شوية. ألو، هذا البرنامج برعاية موريتيل. مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج مسابقات ألو الغالية. طبعا في بداية كل حلقة نبارك للمشاهدين اللي فازوا معنا في حلقة الأمس، ونرجو منهم إن شاء الله أنهم يجوا يستلموا جوائزهم. طبعا نتمنى حظ أوفر للمشاهدين اللي شاركوا معنا يمس، وللأسف ما حالفنا الحظ نحن أنهم يعودوا فائزين معنا، وإن شاء الله يعودوا من المتصلين اليوم بإذن الله يفوزوا معنا بجوائز. طبعا ليه نذكر مشاهدينا الكرام على عندنا رابط على الانترنت من خلالها بإمكانكم مشاهدينا الكرام منهم ما هو صايب في الدار يشاهدنا عليه، ونذكر بسحب جائزة محل زوزو شوب اللي عدلنا عليها السحب. إما تعود جائزة ثانية لأحد مشاهدينا الفازوا معنا، ولا تعود جائزة للي اتصلوا بينا ولا حالفهم الحظ على أنهم يعودوا رابحين. طبعا أرقام البرنامج اللي من خلالها تقدوا التلفن وتشاركوا معنا في ألو الغالية ظهر أمامكم على الشاشة، ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله فائزين هيعودوا أكثر من فائزين الأمس، وخاصة من أصدقاء البرنامج الصغار. لنستقبل أول مكالمة. ألو ألو، السلام عليكم. ألو ألو، مساء الخير. ألو. نعم، مرحبا بك أخي الكريم، الاسم لو سمحت. أحمد سالم. مرحبا بك أحمد سالم. أحمد سالم، أول مرة تشارك معنا؟ أنت لي كنت لي تقولي على أنك لك زمن بداية البرنامج تروق تحاول أنك تشارك معنا، والله عندك عتب كيش يعنينا. ايوه جيده، والحمد لله على انك تمكنت من اجبارنا اليوم، مرحبا بك. جيد احمد سالم، طبعا السؤال اللي نطرحه عليك عقب قرايتي له عندك 20 ثانيه، خرصي كانك تعطيني الجواب باذن الله الجواب الصحيح سابك توفي كل 20 ثانيه. واضح؟ جيد. سؤالك يا احمد سالم يقول، ابقى حاكم ايده والله راسه والله جدر. ابقى حاكم ايده والله ابقى حاكم راسه والله ابقى حاكم جدر. احمد سالم، الو يا أحمد سالم. إذا للأسف يبدو على أن أحمد سالم انقطع بيننا معاه الخط للأسف، حتى على أنه ما قال لي أي إجابة سابق ينقطع الخط وسابق توفى 20 ثانية. شكرا جزيلا لك أحمد سالم، كنا نبقوك عقب ضمن روقان البرنامج وشبرت اليوم أنك لا تعد فائز معنا، ولكن للأسف ما حالفنا الحظ، ولكن إن شاء الله نتمنى في الحلقات القادمة أنك تعاود الاتصال وبإذن الله تجبرنا. ليه نستقبل مكالمة جديدة. ألو ألو ألو، السلام عليكم. ألو نعم، ألو نعم، تفضلي أختي الكريمة سامعينك. يا مرحبا بك، سهلة ما شاء الله الحمد لله، عرفيني عليك. من معنا؟ فاطمة تو، يا مرحبا بك، سهلة فاطمة تو، مرحبا بأهل تنسويلم. فاطمة تو، كيف أجواء رمضان في تنسويلم؟ أهل تنسويلم عندهم شي خص بيهم في شهر رمضان عن باقي أهل موريتان الأخرى؟ الله نواكشوت. الحمد لله. فاطمة تو، برنامجك شنو هو عادة؟ عقاب الليل.
يا فاطمتو. فاطمتو قلتي لي ما سمعته حتى، قلتي انك برنامجك ايش كيفه؟ ايوا زين، ايوا جيد يا فاطمتو. فاطمتو مالي لا نطول عليك. فاطمتو اول مره طبعا تشاركي معايا. شوفي هو مقدر الاسئله الاسئله ابدا ما يوعره، المهم لا تعودوا انتم توف اجابتكم تعود بشكل سريع ولا ينقطع الخط بيننا، وان شاء الله تعودوا فائزين. لهنا علي عليك نفس السؤال اللي طرحته على احمد سالم قبل قليل، وللاسف انقطع الخط ما فات جاوبني، وهو مثل بقى حاكم راسه، والله بقى حاكم ايده، والله بقى حاكم جدر. شو ماذا أكو يا فاطمة؟ فاطمة شو؟ إيه خرصي لي شي ذاك على ذاك اليوم شي ذاك المشي. فعلا إجابتك يا فاطمة إجابة صحيحة، ألف مبروك، وجائزتك هي قسيمة شرائية مقدمة من شركة توب للألبان. شكرا جزيلا لك يا فاطمة، وإن شاء الله تستلميها بإذن الله غدا. طبعا كيف ما قد قلنا على أن الجوائز طالبين من المشاهدين والفائزين معانا على أنهم يجوا الساعة الرابعة الساعة الخامسة، يعود فريق البرنامج متواجد ديك الساعة في التلفزة ويعطيهم جوائزهم، وطالبين منهم طبعا عدم التأخير به اللي باش توخر وباش تخلط علينا نحن الأيام، وذا شو حد يتم يجي الجائزة ولا تنعطى والله نعقب ونكروها قاع منها خالقة. شكرا جزيلا لك فاطمة، ونقبضوا مكالمة أخرى. ألو ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا، تفضل أخي الكريم، رقب حسك شوي. مرحبا بك. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. من معايا؟ الساء ولا الصيام؟ ما سمعت الاسم قبل. الشيخ مرحبا بك الشيخ. الشيخ شحالك ياك لاباس عليك؟ شو ماسي مع الصوم اليوم ياك مالك عطشان حتى؟ كيش تكلمنا بالشور ولا تكلمنا بعيد؟ للأسف شيخ، شيخ انت كيش انقطع معاك الخط للأسف الشديد. عذرا، نرجو على انك ان شاء الله تحاول بنا الاتصال مجددا. ليه نستقبل مكالمة اخرى. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الو الو نعم تفضلي يا اختي الكريمة سامعينك. البرنامج لالي الغالية بعد والله. ألو ألو معاك برنامج ألو الغالية، تفضلي أختي الكريمة عرفينا عليك. ما عندك مشكلة، راني اسمي العالية وتوف. ألو تفضلي أختي الكريمة أنا سامعتك. أنا مالي، أنا طرحت عليك سؤال قلت لك اسمك شنو؟ سمية. سمية ايوا زين. سمية شتي هذا السؤال تقليدي غير بلا جائزة. السؤال الاخر اللي نطرح عليك هو اللي ان شاء الله هو عاوني خليك. والله انا هون اللي كان يعاونكم ونربحكم ان شاء الله. سمية انت عادة في رمضان يطرشي البرنامجك؟ والله لا سمية برنامجها اليومي مرقب الفطور طبعا وصلاة التراويح و تقاليد مثلا اللي تعدل الناس كام. كيفاش مثلا شطرة سمية مرقب العادات اللي تقوم بها الناس كاملة؟ ايوا الحمد لله رب العالمين. ايوا لباس اللي رقاد باطل الحمد لله. ايوا الحمد لله على القرآن.
شكرا يا سمية على اتصالك ومرحبا بك. وسؤالك يقول باش ما نطولوا عليك، أبرد مناش من الماء والله من الرياح والله من السم؟ الرياح أكيد تعرفي، والماء تعرفي لها، غير السم ماني راجع من عند وانا توجي قطع عرفتي لش. من قالها لك سمية؟ سمية السم قد جربتي؟ سمية على كل حال إجابتك كانت هي الإجابة الصحيحة، ألف مبروك. غستي معانا بقسيمة شرعية مقدمة من كريب هاوس، وإن شاء الله تعود ما هي أول مرة ولا آخر مرة تتصلي بينا. شكرا جزيلا لك. نستقبل مكالمة أخرى. ألو ألو نعم ألو نعم ألو نعم أختي الكريمة تفضلي. مرحبا بك. مرحبا بك ما شاء الله الحمد لله. اهلا وسهلا، كل شيء بخير تبارك الله ما شاء الله عليا الحمد لله. ركبي حسك وتوف، ركبي انتي حسك نعود ممتازة ما شاء الله. الو نعم، عرفين عليك اختي الكريمة. انا سامعتك. يا مرحبا بك زينبو. زينبو مرحبا بك. زينب وانت متصلة من نواكشوط؟ والله نواكشوط جيد. مرحبا بك. مرحبا بك زينب. زينب وانت الرقاد يطرى لك منه قدر كيف سمية ضرك في رمضان؟ والله مالك ضركت صهري حتى والله. لباس ايوه جيد. شوفي زينب وعندك خليك لي 20 ثانيه خرصيه كانك تعطيني الاجابه الصحيحه بها اللي انت مدمية صحيحه نقدر نتعاونوا سابق توفى ذيك ال 20 ثانيه. قلين توفى 20 ثانيه نعودوا يا واجعه ما نقدونا وفا ما ترينا مثلا نقدر نتعداو على البرنامج. ان شاء الله. سؤالك يقول يا زينبو تمابي الذيب عن رسول والله تعدال الهم والله سرحة الغنم. تمابي الذيب عن رسول سرحة الغنم علاش هو ما بيعنها علاش زينبو هو ما بيعنها علاش ما بيعنها علاش عندك لنا شيء عنده يا خيتي فعلا إجابتك إجابة صحيحة يا زينبو ألف مبروك. فزتي معانا بقسيمة شرائية مقدمة من محلات ذوق الرفيع بسوق كابيتال. شكرا جزيلا لك وإن شاء الله تعودي صديقة دائمة للبرنامج إن شاء الله. ليه نستقبلوا مشاهدينا الكرام مكالمة، ولكن قبلها نلفت فقط انتباهكم على السحب اللي نعدلو يومي على جائزة محل زوزو شوب. اخترناها تعود جائزة تزيد على الجائزة اللي فات تقدمت للفائز، والله ما اللي تعود للمشاهدين اللي تلفنوا علينا ولا حالفهم الحظ، تعود لهم فرصة ثانية على انهم يعودوا بإمكانهم على انهم يجبروا جائزة بين اللي نختاروا مشاهدينا كاملين ومتصلين على البرنامج يجبروا جوائز. إذا شكرا لزينبو، شكرا لفاطمتو ولسمية وللشيخ للأسف اللي ما حالفنا الحظ على أنه يربح معانا، وراجين إن شاء الله على أنه يعاود الاتصال بينا وبإذن الله يعود فائزة. طبعا الأرقام
هي اللي من خلالها بإمكانكم أنكم تشاركوا معنا في مسابقة ألو الغالية، هي اللي من حين إلى آخر تظهر أمامكم على الشاشة. كذلك له نشكر طبعا دائما نشكر ونكرر الشكر للمحلات والشرائك اللي مقدمين الجوائز لمشاهدينا الكرام، طبعا على رأسهم شركة موريتل للاتصالات لأنها هي الراعي الرسمي البرنامج ألو الغالية، وكذلك شركة توبلي للألبان وكريب هاوس ومحلات الذوق الرفيع ومحل زوزو شوب. إذا مبروك للفائزين معنا الحلقة اليوم، وليه نقبضوا اتصال آخر يكان نزيدوا فائزين. ألو ألو، السلام عليكم. ألو نعم، مساء الخير. ألو ألو نعم، مساء الخير أخي الكريم، تفضل. ألو، يا اهلا وسهلا. ما شاء الله فتبارك الله، الحمد لله. رمضان تبارك الله شهر زين وزايد، ومشاركتكم انتم في البرنامج عرفنا عليك. مرحبا بك محمد عبد الله. محمد عبد الله اول مره تتصل بينا؟ وراجين لك ان شاء الله التوفيق يا محمد عبد الله. محمد عبد الله، انا دائما نسول السيدات منهم تلفنت علي اش يطرى البرنامج في رمضان. عبد الله، برنامج في رمضان اش كيفو؟ تمام كيف برنامج موريتاني كندي. ايه غير موريتانيين، الموريتانيين كلهم يعدل البرنامج معين، كل مثلا مجموعة عندها برنامج. من أي المجموعات؟ من أهل الرياضة، من أهل الألعاب التقليدية، من أهل وتوف، من الناس اللي تزيد عباداته وتو الحمد لله وتو مخلي عن هذا الآخر. والله من أهل الرياضة تختارها عن الألعاب التقليدية؟ جيد، شكرا جزيلا لك محمد عبد الله على اتصالك. وليه نعطيك صورة، ليه تقول لي الصورة شنو الفرق بين الصورتين؟ هي نفس الصورة لنفس الشخص ونفس الصورة. هي طبعا الزميلة الصحفية الدكتورة الشيخ سيدي عبد الله. قول لي شنو الفرق بين الصورة والصورة. الوقت لا لا الو محمد عبد الله، نقاط. ألو محمد عبد الله، محمد ألو، أنت مستمعي على الخط محمد عبد الله؟ يبدو على أنه اتصال جديد. أنا قاعد شكيت على أنك متصل جديد يا محمد عبد الله، بي اللي فوت عني سكتة، شكيت على أن الخط انقطع. فعلا هي الإجابة الصحيحة، الفارق هي نقطتين فوق منكب الشيخ الأيمن. شكرا جزيلا لك محمد عبد الله. ليه طبعا جائزتك هي كرت رصيد مقدمة من شركة موريتل بقيمة 3000 أوقية. شكرا جزيلا لك، شكرا على اتصالك. وطبعا مشاهدينا الكرام برنامجنا مستمر معكم بإذن الله، هذه الحلقة منه ولكن بعد فاصل قصير. هذا البرنامج برعاية موريتال. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، حلقة الحمد لله رقم 15 من شهر رمضان المبارك. طبعا مبروك للفائزين اللي فازوا معنا لحد الساعة، ونتمنى إن شاء الله على المشاهدين والمتصلين في هذه الحلقة قاعد يعودوا فائزين بإذن الله كاملين.
وطبعا من خلال الرابط اللي يظهر أمامكم على الشاشة مشاهدينا بإمكانكم على أنكم تتابعوا الحلقات، حلقات مسابقة ألو الغالية مباشرة على الإنترنت. طبعا عندنا مازلنا السحب هو اللي هنا عدلوا حالا، السحب على جائزة محل زوزو شوب اللي قلنا على أن إما ليتعود إضافة وزيادة الجائزة فتنا قدمناها لأحد المشاهدين والفائزين معانا، وإما تعود جائزة لحد شارك معانا ولا تمكن من الاتصال، ونحن بعد نختاروا هذه التالية باش يعودوا مشاهدين ومتصلين كاملين جبروا جوائز. إذن ندعوكم مشاهدين الكرام لمعرفة الفائز اليوم. المخرجة قبيت حالينا لين نكتبوا الرقم، أكيد دور سعود منية قاع قبط الرقم. ألف مبروك للسالكة حبيب، السالك والله السالكة، السالك حبيب، ألف مبروك السالك، السالك قجعود ما قط فاز معانا، لعاد ما قط فاز معانا ألف مبروك، ولعاد قط فاز مولي والله إلا مبروك، الحمد لله على زيادة. إن شاء الله السالك يعود يخرص الحلقة اليوم ويعود شاف اسمه شاف رقم تلفونه، وبإمكانه طبعا على أنه يستلم جائزة من عندنا نحن هون من مباني التلفزة الموريتانية. شكرا جزيلا إذا لكم مشاهدين الكرام، شكرا للسالك اللي كان أحد المشاركين في حلقة فائتة من ألو غالية، ربما حلقة الأمس أو أول أمس، والله حلقة الأولى الله تعالى أعلم. إذا ليه نستقبل مكالمة جديدة. ألو 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 نعم ألو نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا. يا كيف حالك؟ يا أهلا وسهلا، مرحبا بك. اسمي محمد. وخيرت، مرحبا بك، عاشت الأسامي يا محمد. محمد أنت أول مرة تتلفن علينا؟ أول مرة تشارك معنا في البرنامج؟ إيه؟ علاش؟ هذو النهارات مالك ما تتلفن علينا؟ ماني صايب. مالك مالك صايب، واحد بس تقرا؟ ايوا يطول عمرك، القراية زاد هي الأولى، حد حد يصيب للترفيه وللمسابقات وللبرامج. جيد محمد، انت متلفن من واكشوط؟ والله ايه وزين. شوف انت اياك في زرك حد كبير من اهل الدار. ايه وزين، ندورو يعاونك شوي لين نعطيك مثل ينقالو انقطعو فيدي ايش الحبال. ما له الحبال محمد؟ جبر خرسي كانك تطلعين يا ام الخيري، طلعين سؤالنا، سؤالنا ماذا هو اللي طلعتين؟ قلت على انهم انقطعوا فيدي ايش محمد؟ المسامير شو ما ينقطعوا قاع حق الحبال. ايه مسامير قطعهم عايد بحرفته شوي. لا الشراويط ما هم مهمين قاع. ايوا محمد بعد الله خلول، واذا راني انا رصفت وقست له هذا وحد يعطيه جائزته على اساسها. فعلا اجابتك هي الاجابه الصحيحه محمد. محمد راني رصفت لك سؤال شور سؤال اخر، والف مبروك بعد، رانك فزت معانا، فزت معانا طبعا بقسيمة شرائية مقدمة من كريب هاوس.
ألف مبروك، وإن شاء الله تعود صديق دائم يا محمد للبرنامج وتتم دائما فائز معنا. جيد، إذا نستقبل مكالمة جديدة. ألو ألو ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، تفضل أخي الكريم. نعم، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك أخي الكريم. البرنامج. والله. البرنامج. إيه والله معك البرنامج، تفضل، عرفنا عليك. إيه أنا أطرح عليك سؤال. والله أنا أطرح عليك سؤال كبير يا قير، عرفني عليك، اسمك. اهلا وسهلا محمد، شحالك ياك، لاباس عليك محمد، انت متلفن من منين؟ ما شاء الله رباك ان شاء الله. من الزوارات. من الزوارات، شو ماسي الزوارات مع الحمان يا محمد، مازالت حاميه؟ ما شاء الله لاباس، انا 4 ايام لاباس. لاباس بيه محمد، انت اليوم ياك مالك عطشان، تتكلم تحت وبالشور مالك؟ هلو. نعم محمد، سامعينا محمد؟ عطشان. هو زين سو محمد، ما انا يا خويا نطولوا عليك لين عدت عطشان، وله نحاولوا قاع على انك اجابتك لا تعود هي الاجابه الصحيحه ان شاء الله. سؤالك يقول يا ام الخير، يعطينا سؤال محمد. محمد عطشان راه هو التغطاس في بل ايش؟ ملحم والله البن والله اليدم. محمد اللبن بعد بركة يسوى عليك، انت في بك اللي عطشة. يا اليدمة. اليدمة. مقرش. اليدمة. مقرش محمد. فعلا إجابتك هي الإجابة الصحيحة يا محمد. محمد ألف مبروك، لهي نعطوك جائزة مقدمة من شركة توبلي للألبان. شكرا جزيلا لك، شكرا على اتصالك، و ان شاء الله ما تعود هي اخر مره تشارك معنا. وتحيه لاهل الزوارات كاملين، وليه نستقبلوا مكالمه جديده. الو الو الو، السلام عليكم. اذا بعد ان مشينا فاصل. الو نعم نعم. الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا. عليكم السلام، مرحبا بك. ايه مين برنامج فالي؟ والله ايه ومعك لالا. مرحبا بك لالا. لالا انت شحالك ياك، لاباس عليك؟ ما ان شاء الله. لالا انت من اين تروقي البرنامج؟ اول مرة تروقينا اليوم والله. من مذلك. من مذلك، من بداية رمضان. من ضرب الهارات الروق. لكن هرعت. أيوة الحمد لله يا لالا اللي جبرتينا، ذاك مشرفنا لا نحن، نحن ونبقوكم تجبرونا كاملين، ولا نبقو أي حد يتلفن ما جبرنا. شوفي لالا، لين أعطيك صورة وخرصي كانك تعرفي لي الفرق بين الصورتين. هي الصورة نفس الصورة ولكن فهم فرق بسيط. شوفي لي الفرق شنو هو. ايه ذاك الشيء الطيب اللي بتاع مالي. اها شوفي شوفي لالا لالا، هو خرصي هو الفرق في الصف الامامي. خرصي كانك تجبري. خرصي لا الصف الاول. القفاره. اها. صف واحد قدامهم. اها هو القفاره فيهم الاثنين. لالا. لالا. يا لالا. الو. يا لالا.
لا لا للأسف انقطع بيننا الخط، لا لكن لين تعدوا شوي على الوقت. شكرا جزيلا لك على اتصالك، وان شاء الله يا ربي تجبرينا ان شاء الله في حلقة الصبح. مشاهدينا الكرام الحلقة مستمرة ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله. كرام أهلا بكم معنا من جديد عقب ترويج لشركة توب بلاي. طبعا شركة توب بلاي هي أحد المؤسسات اللي مقدمة جوائز الفائزين برنامج ألو الغالية. شكرا جزيلا للشركة، وإن شاء الله تم هي الأفضل دائما بإذن الله في مجال الألبان. شكرا جزيلا لكم طبعا مشاهدينا الكرام، وليه نستقبلوا مكالمة. ليه نستقبلوا مكالمة؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا. أهلا يا أهلا وسهلا، ما شاء الله الحمد لله. معك مريم. مرحبا بك مريم. مريم مش حالك ياك لبس؟ ما شاء الله يا أهلا وسهلا. مريم شو ما سيم على رمضان؟ أمين إن شاء الله يقبل منه منكم إن شاء الله الصيام والقيام. شنو برنامجك مريم في رمضان؟ ألو مريم. ألو ألو. للأسف مريم يبدو أنها انقطع الخط معاها، لنستقبلوا مكالمة جديدة. ألو ألو ألو. نعم ألو. السلام عليكم. نعم مرحبا وسهلا ما شاء الله. تفضل أخي الكريم عرفنا عليك. ألو نعم مرحبا بك شريف. شريف شو حالك؟ نعم شريف. شريف تسامعنا ياك شريف. ايوا شوف خرس كانك تبعد من التلفزة باش ما تمشوش على تلفون. سامعتك شريف. يا شريف شريف نحن سامعينك. الو الو. نعم شريف تسامعني؟ ايوا زين. شوف باش ما نطولوا عليك وبين اللي الوقت وافي لين نعطوك سؤالك. سؤالك يا شريف يقول التراب ما تنتكل ما ترتفل والله ما تنكس. شريف يا شريف 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 تاكي شي مالك سامعنا حتى. الو شريف شريف شريف. التراب قلت لنا ما تنتكل. ما يا شريف انت مشكلتك الصوت اللي حداك مشوش عليك شوي. الو شريف وي سامعني؟ ما تنكس فعلا يا شريف. اجابتك هي الاجابه الصحيحه. الف مبروك ومبروك عليك قسيمة شرائية مقدمة من كريب هاوس يا الشريف.
إذا الشريف كان هو آخر اتصال معنا اليوم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. مبروك للفائزين وحظ أوفر إن شاء الله للناس اللي ما حالفنا الحظ على أنهم يعودوا فائزين معنا. والله زاد ينقطع الخط دائما سابقهم. بنهاية الحلقة بسمي وبسم معدي وفريق البرنامج نشكر مقدمين جوائز شركة موريتانيا للاتصالات طبعا هي الراعي الرسمي وشركة توكلي للألبان وكرب هاوس وكذلك محلات الذوق الرفيع ومحل زوزو شوب. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على اتصالكم وعلى متابعتكم للبرنامج وإلى أن نلتقي بإذن الله في حلقة جديدة غدا بنفس التوقيت. هذه تحياتي وتحيات فريق البرنامج من أيام سيدي أحمد بداها والشيخ البو ومن خيري ناصر الدين وتبة متعبدي. إلى اللقاء. وإبراهيم للصبح. هذا البرنامج برعاية موريتيل. مع باس غراتي رومينج الجديد ابقوا على اتصال من رقمكم موريتيل طوال إقامتكم في الخارج مع التحكم في استهلاككم. بمناسبة شهر رمضان المبارك استفيدوا من باس المملكة العربية السعودية 20 دقيقة من المكالمات اتجاه موريتانيا والمملكة العربية السعودية مع 20 SMS إضافة إلى استقبال غير محدود ومجاني لمكالماتكم. كل هذا ب300 أوقية فقط. هذا باس صالح لمدة شهر بعد تفعيله. لتفعيل باس غراتي رومينج اضغطوا على نجمة 123 نجمة رمز بطاقة 300 أوقية نجمة 70 دياز. سافروا بكل أمن مع موريتيل. مع عروض موريتيل نتمنى لكم رمضانا مباركا.